للتعليق على هذا العنوان والحديث أكثر بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع. أستاذة سحر أمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير والعافية، رحب فيك أخوي عزام، رحب في جميع المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذة سحر. يعني أنا مثل ما ذكرت، يعني هو فعلا خبر محزن شوي أنه نصل لهذا الرقم شهريا. كيف توصلتي أو كيف عرفتي هذا الرقم بداية؟ الرقم طبعا المجموع الكلي للمصابين بالاضطرابات العصبية وتلك المرتبطة بالكرب الاكتئاب، المجموع الكلي لهم 54,000. طبعا هذا بحسب إحصاءات رسمية لوزارة الصحة للعام 2015. طبعا الإحصائية مأخوذة من الإدارة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة. طبعا الرقم اللي هو 54,000 يشمل يعني المرضى النفسيين المصابين بهذا النوع من الاضطرابات العصبية وتلك المرتبطة بالكرب، الجدد والمترددين، يعني الذين أصيبوا حديثا بالمرض سجلوا في هذه السنة، واللي ترددوا على العلاج ولكن أصيبوا بهذا المرض في سنوات سابقة. طيب برأيك السادة سحر، أنا يعني أؤمن إيمان تام أنه أنت يعني مش مختصة في القطاع الصحي بشكل كبير، ولكنك أنت يعني مواطنة في هذا المجتمع، وش السبب اللي خلى هذا الرقم يكون موجود؟ طبعا الرقم هذا ما هو شيء، يعني السعودية ما هو شيء غريب، أو أن يعني السعودية خارجة عن يعني المعدل العالمي للإصابة، لأن حسب منظمة الصحة العالمية فإن الاكتئاب هو من بين أكثر 10 أمراض انتشاراً في العالم، وقريباً يعني منظمة الصحة العالمية حاطة بضع سنوات جاية رح يكون الاكتئاب هو ثالث أكثر مرض انتشاراً في العالم. فإحنا ضمن المعدل العالمي، ما إحنا يعني خارج هذا السياق، يعني إحنا مش لوحدنا. أكيد طبعا. بس إيش السبب طيب؟ ليش إحنا عندنا 4551 حالة اكتئاب شهرية؟ زي ما قلت لك، هي الرقم القسم على الشهور، بس هي زي ما قلت لك اللي أصيبوا خلال تسجلوا جدد في أقسام نفسية التابعة لوزارة الصحة 7,870 مراجع جديد، وبالنسبة للمراجعين المترددين 43,996. أما بالنسبة للمنومين الجدد فهم 293، أما بالنسبة للمنومين المترددين فهم 2,463. أما بالنسبة للأسباب، طبعا الأسباب هذه مو من عندي، أسباب من عند خبراء متخصصين. تفضلي. فهي تنقسم إلى 4 أسباب: استعداد جيني وراثي، الإصابة ببعض الأمراض زي كسل الغدة الدرقية أو بعض الأمراض المزمنة، تناول أدوية تؤخذ لفترات طويلة مثل الكورتيزون، أيضا ضغوط الحياة والمشكلات الطارئة المالية والاجتماعية ومصاعب العمل وما إلى ذلك. يلا الله يكفينا شر الاكتئاب أستاذة سحر، ويعطيك العافية على ما نشرتيه وعلى تعليقك معنا اليوم. يعطيك العافية. الله يسلم.